احبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكره اهداف. نتجول مع مجموعه كبيره من الاهداف في حقب مختلف من الرياضه الكويتيه، نسعد بهذه الاهداف، نتذكرها، ذكرياتها، هذه المباريات النجوميه التي كانت موجوده في تلك المباريات. بعد الفاصل نبدا المشوار. تصفيات كأس العالم 2010 الكويت وسوريا، وهذه المباراة بدع فيها لاعب قال أحمد عجب، سجل هاتريك. وأحمد عجب كما تعرفون كان مهاجما مميزا مع نادي الساحل، ثم زاد تألقه ونجوميته مع نادي القادسية، والجمهور القادساوي كان يردد في أي مباراة بعد تسجيل هدف عجب يا عجب، وكانت المباراة جميلة لا تسقط من الذاكرة. ماذا فعل عجب؟ دعونا نشاهد. علي مقصيد، كرة مرفوعة، أحمد، الجول، جول، جول، يا سلام، جول، جول حلو سريع مقصيد، أنت صنعت الهدف، وأحمد عجب ما هي عجب عليك، وأنت طالع قلت لك بتسجلها على طول، يمكن قبل عشر بدأ المباراة بعشرة واثناش دقيقة. وهذا الجول يا أحمد عجب، والله جول حلو، ما نقول مفاجئ لأن اللعبة حلوة كانت من مقصيد، علي مقصيد وأحمد عجب متابعة، وجول في الدقيقة ونص، في الدقيقة ونص، أول دقيقة ونص. أنا أدري أن الجمهور راح يزيد، أدري أن الجمهور هذه الرفعة، هذه الرفعة، شوف شوف جول، الله، حلوة من أحمد عجب، حلوة من أحمد عجب، يا سلام، بداية، بداية موفقة. ونقولها الخالدي، خلي بالك على يمينك يا نواف، فراس الخطيب ويلعبها على يمينه، جول على يمينك يا نواف، على يمينك يا نواف، وجول، وجول في الدقيقة 9، جول من فراس الخطيب في الدقيقة 9، في الدقيقة 9 فراس الخطيب يسجل هدف التعادل على يمينه. طبعا هو اكيد باخذ باله ان تكون على اليمين، ماخذ باله، لكن سريعه كانت الكره قويه، لكن لازم تتحرك هني، اول ما تحرك فراس اخذ النص، اخذ النص يا نواف، لكن شوف شوف صعبه، ايضا صعبه صعبه، رايحه بزاويه، رايحه بزاويه وفيها صعوبه، فيها صعوبه. يلعبها الى مقصيد، علي مقصيد، علي، علي يرفع الكره ناحيه احمد عجب، احمد عجب ماخذها على صدره ويصلحها، ويصلحها طبعا، لازم يصلحها، بالفعل صلحها، كره ملعوبه، احمد، جول، جول الثاني، احمد عجب الثاني، سجل الثاني احمد عجب، لان اللعبه صح هي من الاساس، صلحتها لاحمد الاشراق، جول، جول، هي الجول، ايش حلو الجول، جول احمد عجب الثاني، احمد عجب الهدف الثاني، وقلت لكم لا تنزل المعنويات، واي لعبه صح جول، وهذه صح من بدايتها جول، احمد عجب يرفع ايده، احمد عجب جول، والاعلام فوق، جول، حافظوا على الجول، حافظوا على الجول باللعب الصح، انا اقول مستحيل ما يدخل في مرماك هدف، لا، لكن كثر ما تلعب، شوف احمد، شوف محمد يا ولد يا شراق، واحلى احمد عجب، بالحوس عندك حوسه، حوسه بالكره هذه، جول، شوف شوف جول، جول مصعب بلحوس، مصعب اصعب، طويله اقرب الى حسين فاضل، حسين فاضل يلعب له كره، توصل جهاد الحسين الى رجا رافع، فراس الخطيب، لا لا، تعادل من نفس اللاعب، اثنين اثنين، فراس الخطيب في الوقت، يعني لازم تكون معاه، تكون مع رجا رافع، يعني تاركين الدفاع، الدفاع هجومين، هجومين تاركينهم، تاركين الهجومين، تاركينهم نفس اللاعب، فراس سجل الهدف الثاني، يعني هدفين لأحمد عجب وهدفين لفراس الخطيب، 2-2، متخبل السوري متخبل الكويتي في الوقت القاتل لنهاية الشوط الأول، يعني خلوا ينتهي، شوف 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 شوف، تاركين الرجا، تاركين يعني دفاع، انت دفاع ما اعطي فرصه انه ياخذ مكانه، لا اتوقع، لا استهتم اي كره اقول مخطره، كل كره خطره، شوف الزاويه البعيده، كمل
صالح الشيخ وليد علي حاول يعدي وليد يرفع له كرة صالح الشيخ معاه حاول يعدي وليد ويعدي وليد حلوة عرضية حلوة شكلها حلو واحلى بالجول وليد يقول ايش حق اعطيه الهجوم والدفاع ما يقصر جول 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 الثالث جول والله المباراة تبيكم والله المباراة تبيكم حطوا الثالث والرابع جول جول وحلوة من وليد هذه تسجل باسمك وليد الجول انا انت اللي شايد وليد علي وليد علي في الدقيقة 12 وليد علي في الدقيقة 12 وليد جول جول خلوا بالكم الآن في الدفاع لا نفرح بالجول وننسى الدفاع هذا وليد يلا يا وليد حلو من اللي حطها وليد شوف وليد وحطها الدفاع جول شوف يا ولد يا تمويها هذه التمويها حلوة وعرضية حلوة شكلها شوف شوف وحط مقصيد بشماله يلعبها بجول الله بالغام وليد مرة ثانية حطها وجول جول جول أربعة أربعة حلوة طبعا لازم شمال ولعبها بالشمال وجول بالشمال والثالث لأحمد عجب الله الله اشعل المباراة أحمد عجب بهدف ثالث أحمد عجب وحلوة من مقصيد في بدايتها حلوة من مقصيد واللعبة من خلف سلامة وكمل أحمد عجب في الدقيقة 17 أحمد عجب في الدقيقة 17 من الشوط الثاني الشوط الثاني أربعة 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 الله أربعة لما أقول لك حاول الثالث تكمل تكمل وتكمل الرابع شوف شوف بعد ما لعبها ومقصيد وخلف السلامة وكملها أحمد عجب خلفية على الحارس قلت لكم الحارس مرتبك يبي له أقوال في الشوط الأول قلنا لها لكم يطيح منه الكرة شوف خلف السلامة يا سلام تكملة هذه كلها تكملة هذه تكملة الفيلم كرة يوصلها واحد ويشوف مقصيد شوف هني لعبها وليد علي هذه تكملة الفيلم شوف شوف تكملة هذه خلص الفيلم جول في 14/2/1993 كانت تقام مباريات القدامى والتقى قدامى العربي القادسية مع قدامى المنتخب اللي اعتزلوا تقام هذه المباريات قبل مباراة معينة قبل اعتزال وربما الآن خلال السنوات الأخيرة اختفت دعونا نشاهد أهداف تلك المباراة مرة ثانية لي سعد شبيب سعد شبيب وناصر الغانم ياخذها الداير داير لعبها ناحية حمد وحمد وحمد كرة معاه بيلعبها ناحية يسار حمد رايح لها حطها الله جول علي حسين علي حسين علي حسين يعرف يصطاد الكرة وعظم ياها البطيء كرة ملعوبة من حمد وحمد حلوة في العرض وحمد طبعا ما هي غير عيطة حمد معروف بساطه اللي دائما بتكون بساط سهلة لتسجيل هدف لعبها لعلي حسين شوف الإعادة شوف الإعادة شوف 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 قشرها نعيم لكن علي حسين عرف كيف يتابعها ويحطها على احمد دشتي جول حميد الشطي هو الان اللي بحرس شطي معلش يا الشطي يا كل اثنين يبدلون بعض ها جول 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 على عبد الرضا عباس ناصر الغانم ناصر الغانم بيسجل هدف التعادل ناصر الغانم بيسجل هدف التعادل طبعا الان المخرج يعطينا اعاده اكيد هنشوف ناصر الغانم شوف فتح كميل شوف ناصر الغانم شوف بيحطها بزاوية على عبد الرضا جول تعادل 1-1 شغل عادل العربي كرة اللعب في النص طبعا سامعين الآن جول جول الله هذا فتح لما يسمع الجمهور ايضا يجيب جول حلو شوف هذا جول شوف شوف فتحي شوف فتحي شوف فتحي شوف فتحي فتحي بيجيب الهدف هذه الإعادة هذه الإعادة شوف الإعادة شوف شوف والله والله يا خذها على صدره لكن هي خرشة هيئت له نططتها له حطها
وحطها مفتوحة 2-1 2-1 منتخب الكويت. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم. باكر إن شاء الله خاش لكم أقوال جميلة من حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية. بارك الله طيب، اليوم ودوم، مع السلامة.